السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم يا أصدقاء في فيديو جديد. طبعا يا شباب، يعني مرت مدة ولم أعمل أي فيديو بسبب يعني الظروف الصحية. يعني كنت قد عملت عملية استئصال المرارة وأخذ مني الوقت تقريبا شهر، وأنا يعني مستلقي فقط هكذا في يعني في السرير، لا أستطيع يعني أعمل لا فيديو ولا أي شيء. المهم يا شباب، اليوم جبت لكم يعني مود رهيب جدا في لعبة جي تي اي سان أندرياس. فالمود عبارة عن مود دراغون بول، مود خرافي جدا، لم يسبق أي أحد أن قام بعمل هذا المود. المهم سأريكم المود كيف يبدو بالضبط. أوكي يا شباب، الآن سوف نقوم ب سأريكم بعد القدرات الخاصة بسي جي، لكن اعتقد دعونا نعمل حركه لاني لا اريد يعني ان العب في الليل، سالعب في الصباح. بسرعه. اوكي جيد. اوكي، اولا سوف نقوم بالضغط على جي اتش، هذه هي القائمه. اوكي، سنقوم بكتابه دي بول. فعلنا. اوكي، الان سنختار 1 2 3. الاول هو جوكو، والثاني هذا كان الثاني، غير مكتوب هنا، هنا فيجيتا، والثالث جوهان. انا ساختار واحد لاني اريد ان العب ب كوكو. لاكاش. اوكي، ساقوم بعمل حركه طط. هذه من قدراتي. يا سلام، دام. اوكي، ساستعمل سنذهب الى المكان الخاص بجوجو. اوكي، انظروا معي هنا. سوف نقوم بعمل حركه. اوكي، هذه هي يعني الغابه التي يقوم جوجو بالتمرن فيها هو اصدقائه جوهان، والمهم اصدقائهم كلهم سيأتون إلى هذا المكان. أعتقد سنضغط على مهارة الاختفاء هكذا. لا 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 لا، أخطأ أعتقد هكذا. لا 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 لا. يا سلام، شغلت الطاقة الخاصة به. يا سلام. اوكي، اعتقد سوف سنطير. يطير الان، يطير، انظر معي. يا سلام، يطير الطاقة القصوى الان. واو، شوف معي. واو، السرعة الخرافية. يا سلام. عاش. اوكي، المهم يا شباب، عندما نصل الى ذلك المكان، لقد وصلنا. واو، انظر معي، الجبال الخاصة في الموجودة في الانمي، انظر. هنا اعتقد هنا سنلتقي ب فيجيتا. اعتقد هنا يعني تعارك فيجيتا مع جوجو. واو، شيء رهيب جدا. يا سلام، سنذهب الى تلك الجبال ونتوقف هنا. انظر. واو، انظر معي. اوكي، الان اخفيت الطاقه. واو، اليست هذه يا شباب الجبال التي إذا دخل أي شخص، يعني إذا يعني قمت بأخذ هذا الفيديو وأعطيته لصديقك من يعني بدأ الفيديو من هنا، سيظن بأننا الآن نلعب في لعبة دراغون بول زد. انظروا، نفس الشيء الموجود في دراغون بول زد. واو، لو بدأ أي شخص الفيديو من هذا المكان سيظن بأنني
ما رأيكم أن نقوم بتفجير هذه المنطقة؟ ضعني يعني هناك زر أعتقد، ضعني أرى هكذا. ماذا سنجرب؟ سنجرب هكذا، انظر معي. ماذا سيفعل؟ هل سيفجر المكان؟ لقد جمع الطاقة الآن. نزلها. سيفجر المكان. لا 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 لا. واو، سنجرب مرة ثانية تلك الطاقة. سنقوم بتفجير هذه المنطقة بالكامل. الله فجر. واو، سيفجر تلك المنطقة. هل فجرنا أم المكان؟ هذا راه. واو، واو، انظروا الضباب. فجرنا المكان تلك المنطقة. انظروا الضباب الذي عملناه في. واو 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 واو، يا سلام. اوكي، الان سننطلق الى، سنقوم ببعض التجارب حول للناس. المهم سنجرب على الناس هنا. لا ننزل في اي منطقة هنا ونجرب. اوكي جيد. سنقوم بتجربة هذه. اي 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 اوه اوه. اوكي سنجرب بعض القدرات. جي 1، ماذا سيفعل؟ قدرة التحول، اعتقد قدرة التحول. دمرنا السيارة. سنجرب قدرة التحول الثانية. ساينس، سوبر ساينس نمبر 2. طبعا اللي شاف الانمي يعرف من هم يعني سكان الساينس. يا سلام. جي 3، سوبر ساينس نمبر 3. دعونا نرى. تغير شكله، تغير شكله. الله يا سلام. واو، يا سلام. اوكي تي 1. لا 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 لا. رجعنا الى نفس. زلزال، عملنا زلزال هنا.
أوه. أوكي، لدينا الآن بعض القدرات الخاصة بالسرعة. أعتقد السرعة. Walk in water. هذه القدرة الخاصة بالجري فوق الماء. سنقوم بتجربة هذه القدرة كي سنذهب إلى مكان به المياه. أين هي المياه؟ الماء من هنا. يلا بسرعة بسرعة بسرعة. ايه جيد، دعونا نرى. يا سلام، الجري فوق الماء. اوكي، سنقوم بعمل سبيد. نشغل هاكر سبيد. اوكي، سبيد، يلا سبيد. شو معي؟ سرعة دراغون، سرعة كوكو. نحن أسرع من الطائرة. انظروا، هل سنستطيع أن نسبق تلك ال هذه اسم شو اسمها؟ سبقناها. سرعة سرعة. أنا سنسبق التاكسي. أي، دعونا نقوم بضرب هذا الشرطي. هاي تعال 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 تعال. هاي هنا هو، هنا هذا هو الشرطي. تعال تعال، نعمل هكذا، ابلع. goodbye. تعال تعال تعال، سنعطيه ضربة. اولي. اوكي، رجعنا الان الى جوجو يعني من دور قدرات. اوكي يا شباب، الان اعتقد يعني في هذا المود يعني هناك الكثير والكثير والكثير من القدرات، لكن سيكون الفيديو طويل جدا اذا عملنا هذه القدرات. المهم، ساريكم ايضا المكان الخاص بالمركبات الخاصه بجوجو التي يعني المركبات التي يستعملها للذهاب الى كوكب المريخ او كوكب العالم زمرد او ما يسمونه. كوكب الزهرة أو ماذا يسمونه عندما يقوم بالذهاب إلى ذلك الشخص الذي يقوم بتدريبه. صراحة نسيت يعني القصة في الأنمي، نسيتها. المهم، سأريكم الآن تلك المنطقة وتلك المركبات الخاصة بدراغون بول زد. أوكي يا شباب، الآن لقد رجعنا لكم، و يعني هناك جليتش في اللعبة. عندما أصل إلى تلك المنطقة يعني لا يشتغل المود، لذا يعني قمت بوضع ملفات المود في يعني في كل يعني ملفات لعبة جي تي اي لوحدها. المهم، عملت دمج لهذه الاشياء، والمهم خربطت تلك الاشياء، والمهم في الاخير يعني اشتغل المود، لكن يعني من دون يعني مود دراغون بول زد. المهم، سوف نقوم باستكشاف الان تلك المنطقه. اوكي يا شباب، الان لقد اقتربنا من هذه المنطقه، وهذا هو. انظروا انظروا، ذلك المنزل. هناك بالما. هذه بالما، انظر انظر بالما. لماذا لا تتحدث؟ لماذا لا تتحدث؟ لا أعلم لماذا لا تتحدث. هناك جوان جوان جوان. انظر انظر انظر. جوان، يلا يا جوان، اضرب اضرب، يلا يلا. جوان مع هذا، لا نسيت اسمه. يلا يا جوان، يلا تدربوا يتدربون. جوان وصديقه يتدربان. انظروا 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 الى جوان. هذه اعتقد هل يمكن الدخول الى هذه البيوت؟ تعال نرى. لا تفتح. اعلني لماذا لا تفتح؟ هل تفتح من هنا؟ لا تفتح، لا تفتح. رهيب. دعونا نجرب، هل سندخل من هنا؟ اعلم ان تفتح. هناك مركبة هنا، هناك مركبة هنا، انظروا. هل يمكن الدخول هذه البيوت؟ لا، لا يمكن. كي دعونا نقوم بتجربة هذه المركبة.
أعتقد بأن هذه المركبة الفضائية التي يستخدمها جوجو. نجرب. لقد استعمل المركبة. يا سلام، هل يمكن الذهاب بها إلى المريخ؟ الصراحة لا أعلم. مركبة رهيبة جدا، مركبة الساينس، أعتقد مركبة الساينس. انزل، كيف أقوم بتنزيلها؟ انزل. هناك مركبة أخرى. مركبة أخرى. نفس المركبة التي استخدمها فيجيتا. هل يمكن استخدام هذه المركبة أيضا؟ هناك مركبة يستخدمها جوجو. هي هنا. سنستخدم هذه. هل يمكن؟ نعم يمكن. واو، كل مركبات جوجو موجودة هنا. أعتقد بأنها قد تذهب إلى المريخ. أعتقد. يا سلام، هل تذكرتم هذه المركبة هذه؟ من منكم تذكر هذه المركبة؟ واو، المركبة التي يستخدمها جوجو. يا سلام، هل يمكن استعمالها؟ هذه متأكد بأنها تذهب إلى المريخ، متأكد جدا. هل يمكن الدخول إليها؟ الصراحة هذه لا أعتقد بأنني يمكن الدخول إليها. لقد دخلنا إليها. يا سلام، لكن لا يمكن أن نرى يعني ما الموجود داخلها. هناك مركبتان أعتقد. واحدة. تترسب، كل مرة تأخذ واحدة تترسب الأخرى. يا سلام. واو، أعتقد بأن هذه ستذهب إلى المريخ. هناك أعتقد هناك زر أن تضغط عليه ستقوم بالذهاب إلى المريخ مباشرة، وسنذهب عند سكان الساينس. انظروا، واو ترتفع. هناك زر لنقوم بإدخال هذه الأرجل. شاهدنا ترتفع. واو، صراحة قد توقفت. هكذا أعتقد كان جوجو يستعملها، يعني يقوم بإيقافها عندما يريد. واو، الصراحة رهيبة جدا. من الأحسن لنا أن ننزل إلى الأسفل وإلا سنضيع في هذه، وإلا سوف نضيع في الفضاء. لا 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 لا، كيف سننزل؟ من هنا. كيف سنخرج؟ اوكي جيد، خرجت. اوكي يا شباب، هنا وصلنا الى نهاية الفيديو، فأتمنى لكم الفيديو الاعجاب. كل ما تنسوا دعمنا باللايك وبالاشتراك بالقناة. مع السلامة. Come from a town where most of the people are so close-minded. They go into school and they work in a job, but they don't even like it. I won't be put in a box. Nobody telling me what I should rock. Nobody telling me what I should drop. 'Cause I do what I want and just know I don't stop. Recording till 4 in the morning, they snoring. I'm pouring my soul into every story I'm writing, producing. I mix it, I master.